من هذه الساحه السياسيه الوطنيه قلنا لكم بانه جيران قدموا الانتظار، جيران قدموا المساهمه ديالنا المتواضعه في المعركه من اجل ان بلادنا تقدم الى الامام. ما جيناش نوزعوا الاوهام، ما جيناش نقولوا بهذا لانه تحفه لتطوير بلادنا. بلادنا محتاجه لكل ابنائها، محتاجه لكل كفاءاتها، وحنا جينا كنقدموا هذا العرض ديالنا باش نقدموا المساهمه ديالنا والمسارات ديال المواطنين ديالنا. حنا ما كنقولكمش في حزب الملائكه، حنا حزب ديال المواطنين وديال الغرب. فينا اللي مزيان بزاف، فينا اللي مزيان شويه، فينا اللي كبير بزاف، فينا اللي كبير شويه، وكنحاولوا نصلحوا بعضياتنا باش ما نقدموا شي حاجه اللي كانت ديال بلادنا ولا بلادنا كتستحق الخير. جينا كنديروا المجهود، كنديروا المجهود في المعركة ديال تطوير البلد، المعركة ديال أن البلاد كتستحق تكون من أحسن البلاد على الأقل في المستوى ديال الدول اللي حنا فيها. حنا عارفين، حنا عارفين بأن دائما كنقارنوا راسنا مع أوروبا، هذوك الدول اللي كاينة في أوروبا ناضوا وكافحوا لمدة ثلاثة قرون واحيانا اربعه قرون، ولكن حنا الحمد لله في كنقارنوا وضعيه مع الوضعيه ديال الشعوب والدول اللي هي في مستوى الدماغ كيمكن نقولوا وحده ونجاح يمكن يكون هادشي لان ما نجحش في الاتجاه الصحيح، ولكن